رب صالح جدا جدا. عايز بس أذكركم إحنا ليه بنعمل مؤتمرات أو ليه بنعمل بالتكرار ده، يعني ليه بنعمل كل شهرين مؤتمر؟ مش الغرض إن إحنا نعمل مؤتمرات، ومش الغرض إن إحنا الغرض إن إحنا نقف معا قدام الرب من أجل النقلات اللي الرب عايز يعملها في الزمن. فده الهدف من المؤتمر. المؤتمر مش هدف الوعظات، أو المؤتمر مش لأن إحنا فاضيين ما عندناش حاجة نعملها، لكن إحنا كل شهرين من أول ما ابتدي الرب يعمل في وسطينا حاجة، كان قيادة الرب إنه كل شهرين نقف معا قدام الرب 6 مرات في السنة من أجل نقلات، من أجل مقابلات، من أجل ترقيات الروح القدس الرب عايز يعملها في وسطينا، بس مش علشاننا، لكن علشان عروسه في المنطقة، عشان عروسه في بلدنا وفي المنطقة. فهدف هذه الأيام مش العظات، هدف هذه الأيام إن إحنا كلنا أنا وحضراتكم بنقف معا من أجل مقابلة مع الرب، علشان تحصل نقلة روحية في حياتنا كلنا. فأنا بس بذكركم، بأنهض بالتذكرة ذهنكم، إحنا بنتجمع ليه؟ مش بنتجمع عشان نسمع وعظة، مش بنتجمع عشان نسمع تأمل، لكن بنتجمع عشان نعطش معا. أنا بقولك كده عشان بقولك أنا جاي عطشان معاكم، إحنا جينا عطشانين مع بعض، جينا عطشانين للي الرب عايز يعمله في وسطينا. مش بنحكي بالصورة خاصة في المؤتمرات عن حالتنا، لكن بنحكي على اللي ربنا عايزنا نروح ليه. احد مشاكل هذه الخدمة ان احنا مش بنحكي عن حالتنا، وان كنا امبارح حكينا شوية، لكن عامة الاتجاه العام في المؤتمرات نحكي على ربنا عايزنا نروح ليه. ليه؟ لان الهدف ان احنا بنعمل ربنا بيعمل بروبيل، يعني بيقوم واخدنا ونطرنا للي جاي. فاحنا مش بنحكي على تحت رجلينا، لكن بنحكي على اللي ربنا عايز ياخدنا ليه. عشان كده عنوان هذه الايام اللي احنا انشغلت بيه انه قوات الظهر الآتي، وحنحكي عن الحتة دي، وحنحكي عليها من كتاب مقدس. والنهاردة يمكن نحكي على الحتة دي شوية أكتر، وبكرة نبتدي في التشجيع للقصة يعني. بس أنا برجع مرة تاني أذكرك، حط قلبك معايا. أنا معرفش عنك، بس أنا قلبي جاي اليومين ونص دولة والساجد قدام الرب في عرض ربنا من أجل مقابلة، لأن إحنا داخلين على أو إحنا أوريدي في أزمنة حاسمة أو انتنس، يعني فيها أحداث روحية. معرفش عنكم، بس اللي حاصل في السماويات حاسم. في يوم صحيت من الأيام، ربنا دايما لما بيبقى عايز يقول لي جملة مش هستقبلها بيقوم قايلها لي أول ما أصحى من النوم عشان ما فكرش. فصاحي على جملة، يعني أنا بصحى جملة كده أقوله بعد ما أسمعها كده، أقوله صباح الخير يا رب كده، يعني اصطبحنا. فكانت جملة من الجمل اللي هي بتاعت اصطبحنا دي، اللي هو صاحي على الجملة مش علشان أنت مش شايف حرب، مش معناه أن مفيش حرب. فقلت له صباح الخير يا رب. فبعض أحيان مش علشان أنت مش رب مغطيك بحضوره، مغطيك بالمجد، مغطيك بالعهد، فأنت مغلف بالحضور الإلهي، فمش شايف اللي حاصل في السماء. مش معنى كده إن مفيش حاجة حاصلة في السماويات، مش لأنك مش مميز اللي حاصل في السماء معنى كده دنيا بيس. في حاجة حاصلة في السماء، في مواجهات حاصلة ما بين رؤوسهم وملوك في السماويات من ملائكة الرب في هذا الزمن على المنطقة بتاعتنا، وده مهم جدا، مهم جدا عينها تتفتح للي حاصل مع الرؤوس
مع الرؤساء والملوك والسلاطين اللي في السماويات واللي حاصل في السماويات، مش علشان نخش ونشمر كمامنا بغشم زي ما كنا بنعمل زمان، لكن علشان ندرك الحسم، ندرك الأزمنة، ندرك الأوقات، ندرك نعمل إيه تحت باشتراك مع السمائيين واللي بيحصل في السمائيات من أجل الأزمنة اللي جاية. فاحنا في أزمنة مهمة قوي، أزمنة مهمة قوي، قلبنا يبقى متناغم ومتواصل مع اللي حاصل في السماء. ما تحلون على الأرض تكونوا شفتوا أنه محلول بالفعل في السماء، وما تربطون على الأرض يكون بالفعل رأيته أنه مربوط في السماء. لأنه زمان التواصل ما بين السماء والأرض بيزداد، في الزمن ده بيزداد اختباره، بيزداد إمكانياته. ما تتصوروش قد ايه بتشجع انا عمال ما يصنعه الرب في العالم العربي في هذا الزمن يفوق الخيال. يمكن احكي حبه حاجات صغيره قوي، طراطيف منه صغيره قوي خلال المؤتمر، بس انا عايز اقول لك انه ما يحدث في هذا الزمن في العالم العربي لم يحدث من قبل، حقيقي لم يحدث من قبل. ومش بتكلم عن خلاص نفوس بس، أنا بتكلم عن قوات الظهر الآتي، أنا بتكلم عن أمور لفترات طويلة، لسنين طويلة عمرها ما حدثت في المنطقة بتاعتنا من خلال من يسموا ناطقي اللغة العربية. ففي حاجة بتحصل، في حاجة حقيقية بتحصل، لأن ملكوت الرب بينقل هذه المنطقة، بينقل شكل العروس. وجاء الوقت أن العروس تتنقل من حالة الطفولية أنها بتشرب لبن وبترجع تشرب من أول السطر لبن، ونسمع عن ونتشجع شوية وبعد كده نرجع للأركان الضعيفة مرة تاني ونرجع نلف مرة تاني. جاء وقت انتقال. فلو حضرتك جاي لمجرد أنك تسمع أو تتشجع تشجيعات وتوقعك إنك تلف لنفس الصورة القديمة، إلغي هذا التوقع. جاء وقت إنك تخلع الثياب القديمة دي وتلبس ثياب جنود مختلفين، لأن الرب عايز يلبسك ثياب لم تلبسها من قبل. الرب عايز يلبسك رداء لم تكتسي به من قبل، بس هذا الرداء رداء ملكوت وقوات لم تختبرها من قبل، مش لاستحقاق. الرب بينقلنا مش لاستحقاق، مش لأن احنا بقينا كويسين الرب بيصنع ده فينا، لكن لأنه لازم ده يحصل، لأنه دي مقاصد الرب للمنطقة، لأن إيد الرب تتمد على المنطقة دي، لأنه هناك شفت مش فقط لمنطقتنا، مش بس للمنطقة الناطقي اللغة العربية، لكن من أجل أمور كتيرة في العالم كله، في أوروبا، في شرق آسيا. الرب لازم يعمل حاجة في المنطقة بتاعتنا. فرب ينقل حيبكت مدن أو بلاد مسيحية من خلال ما سيصنعه في البلاد العربية. الرب، أنا بتكلم بجد، أنا بتكلم بجد، الرب حينهض تبكيت في بلاد تسمى أنها مسيحية من خلال ما سيصنعه الرب في بلاد كانت بتنظر أنها عادي. مش علشان احنا بقينا كويسين، اذكرك، لكن علشان بس بنعطش عطش مختلف لامكانيات بدون سقف، بدون محدودية، بدون limitations او اسوار حطناها لنفسينا بسبب اختبارات قديمة، بسبب صغر نفس، بسبب شفقة على النفس، بسبب عدم توقع. أنا بحكي معاكم، أنتوا كويسين؟ تعرفين إن إحنا إن إحنا كتير بسبب عدم التوقع بنعمل محدودية، ف
مش عايز اتكلم عن اوكي بلاش. كنت هتكلم عن كاس العالم بس ما. لا يعني اقول لكم عن كاس. احنا لسه في المقدمه مش بتصوروا. امبارح قريت تحليل لاحد الخبراء الرياضيين الاجانب فبيقول مؤكد يعني هو الراجل اللي خبطني الراجل وهو بيتكلم انه بيقول مؤكد بيؤكد ان مصر طالعه للليفل فهو الراجل فاهمين حاجه. انا لا اتوقع ان فريق مصر جوه الايمان ده فاهمين رايح فين. يعني الراجل الاجنبي بيقول مؤكد فريق مصر طالع بس انا لا اتوقع ان فريق مصر جوه هذا الايمان. لا يمكن يطلع في نعم حد قال. لكن فانا بتكلم انا لسه بتكلم على امور روحيه مش بتكلم على الكوره. انا مش بتكلم على الكوره انا بتكلم على امور روحيه. انا بتكلم انه كثيرا 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 ما الاخر بيتوقع ما خليني ابوخ الجمله. ابليس بيبقى خايف من الكنيسه العربيه اكتر من الكنيسه العربيه مصدقه انها ممكن تخوف ابليس. ابليس بيبقى شايف ان الكنيسه العربيه ممكن يطلع منها امور اكتر من الكنيسه العربيه مصدقه ان ممكن يطلع منها امور. ليه؟ لان خبرتنا توقعاتنا استسلمنا بتاريخنا بيخلينا نتصور ان ستستمر الامور في حياتنا نتشجع دقايق ونرجع مره تاني ولا نصدق ان العامل فينا اعظم من اللي حاصل في العالم وان الكنز الموجود جوانا والتاريخ بتاعك والتاريخ بتاعك حتى من التفعيص. حد اتفعص قبل كده؟ حد في حد رفع ايده؟ في الاغلب انا وهو بس اتفعصنا قبل كده. بعد ما كمل الجمله هتكون تقول يا ريتني كنت رفعت ايدك لان كل حد اتفعص قبل كده من العالم من الظروف من تحديات من مواجهات من حروب. التفعيصات دي رب بيملاها ذهب. فالذهب كل ما الذهب بيزداد فيك انا بتكلم بجد الرحله بتاعتك مش الديستنيشن مش انت رايح فين. الرحلة بتاعتك هي اللي بتقويك عشان توصل انت رايح فين. خبراتك في الرحلة مش معنى كده انك هتستمر في الرحلة. لو خبراتك في الرحلة انه حصل حاجة في المشوار اتكعبلت في حجراية ده مش معناه ان مستقبلك هو الحجراية. معناه انه كل حاجة مريت بيها كل تفعيصة مريت بيها في رحلتك هي بتطلق فيك صلابة بتوصل في الاخر للجعالة وانت قد تحولت من الطفل اللي ابتدى الرحلة لبطل من ابطال الرب بيوصل للميراث اللي الرب اعده ليه. فمش معنى انك ابتديت طفل في الرحلة انك هتستمر طفل في الرحلة. لو انت مازال جواك صورة الطفولة اللي انت ابتديت بيها المشوار كتير بترجع للأركان الضعيفة. بولس قال يا أولادي الذين أتمخض بيكم مرة تاني فاكرين؟ أتمخض بيكم أيضا دي يعني مرة تاني يعني بحتك كأني أولادكم مرة تاني بترجعوا مرة تاني للأركان الضعيفة. دونت ما تعملوش كده. ليه؟ ما ترجعش مرة تانية تتصور أن صورتك في بداية الرحلة هي الصورة بتاعتك اللي هتستمر في الرحلة. لا يا حبيبي. انت 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 رحلتك مع الرب غاليه جدا والرب بي بي بيصنع فيها امور. حتى التفعيصات بتاعه العالم والكعبلات اللي في الحجاره بتاعه الطريق بتطلع منك حاجه مختلفه عن الطفل اللي ابتدى السكه وبتطلع حد شخص مختلف خالص بيوصل للجعاله اللي الرب اعده ليها. كورنثوس الأولى. إحنا في أيام حلوة. ليه أيام حلوة؟ لأن إحنا جايين مع بعض عشان الرب يعمل فينا نقلة فتبقى أيام حلوة. ببساطة تبقى أيام حلوة قوي. رب عايز يعمل فينا نقلة. فقلبي معرفش أنا بس عمال بشاركك بقلبي علشان قلبي ساجد معاك
فأسجد بقلبك معايا من أجل نقلة، من أجل مقابلة، من أجل أنا قلت كورنثوس الأولى، خليها عاموس جنب بعض. حتى الفرق في السنين قليل ما بينهم. عاموس أربعة، عاموس أربعة. هكذا أصنع بك يا إسرائيل، عدد 12. من أجل إني أصنع بك هذا، فاستعد للقاء إلهك. فاكرين الآية دي؟ في مرة عملنا عليها مؤتمر كامل. أنا مشغول بالمعنى بتاع الآية دي في بداية الأيام، يعني استعد للقاء إلهك. كلكم عارفين المعنى في وسطينا، بمعنى الرب عمال بيجي بتقل مجيئه، فنتعود على تقل مجيئه ككنيسة علشان هو عمال بيجي على الكنيسة لغاية لما يجي. الكنيسة اختبارها غير العالم في العلاقة مع الرب. الجملة منظرها طبيعي إن الكنيسة تختبر اختبارات مختلفة عن العالم في العلاقة مع الرب، برغم إن الجملة منظرها عادي، بس كتير إحنا بنتلخبط وبنتصور إنه أو بناخد آيات وبنتصور إن اللي هيحصل مع العالم هو اللي هيحصل مع الكنيسة، فبنخاف خوف العالم، بنضطرب اضطراب العالم، بنتوقع مشاكل العالم، بنتوقع إنه يحصل معانا اللي هيحصل في العالم، برغم إنه طول الوقت في كتاب مقدس اختبار ولاد الرب في العلاقة مع الرب مختلف خالص عن اختبار العالم في العلاقة مع الرب، برغم إنه معظمنا يقول آه طبعاً، لكن كتير لما نيجي في الحياة اليومية بنخاف خوف العالم، برغم إن إحنا عارفين إن علاقتنا مع الرب بتؤدي لاختبارات مختلفة عن العالم، نتوقع الحاصل في العالم هيحصل معانا برغم. أحد الحاجات إنك الكنيسة بتتقابل مع الرب مقابلات تقيلة بمجيء تقيل عليها، العالم ما بيختبروش، العالم ما بيحسوش، ما بيشوفوش، ما بيتعاملش معاه بنفس الطريقة. الرب عايز يجي لكنيسته بتقل كأنه المجيء التاني، لأن المجيء التاني ده للعالم، بس المجيء اللي رب يجي فيه للكنيسة مجيء كأنه المجيء التاني، بس دي للكنيسة. أنا دخلت جد بسرعة قوي عليكم. الكنيسة محتاجة تفهم المجيء التاني بتاع الرب اللي هو مليان مجد، اللي مليان تقل، ده للعالم. الكنيسة بتستقبل هذا المجيء بتقله مرات كتيرة قبل ما العالم يستقبل المجيء التاني، لأن الكنيسة مش متوقعة ده، ما بتختبرش اختبارات موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد عن مجيء الرب لولاده. الآيات اللي احنا بنحبها بقولها كتير في وسط الصلاة بصورة خاصة، لأن أنا ده عطشي وحلمي واشتهائي، وباخد خلوتي فيه كتير، وبرجع أخد فيه خلوتي فيه كتير. صفحات الكتاب في الحتة دي عندي ورقها صفر، ليه؟ لأنه أنا بفتحها كتير. ليه؟ لأنه لما مجد الرب ملا هيكل سليمان فلم يستطع الكهنة أن يقفوا، ده مش كان مجيء، ده الرب جه في هيكل سليمان، والرب جه في هيكل سليمان بتقل من سحاب الرب. دايما بحب أقول التعبير ده لأن في واضح ما بنفكرش، الكهنة اللي كانوا بيشيلوا هذا الصندوق الذهب، حد يعرف إن الذهب تقيل؟ انتوا عارفين إنه ده خشب صنت
مطلي ذهب، والغطاء بتاع التابوت كان سبيكة ذهب مصمت سبيكة، سبيكة ذهب كاملة غطاء للتابوت، غير ان التابوت نفسه خشب صنط، وخشب صنط ده تقيل، مطلي ذهب. وكانوا بيشيلوا هذا التابوت العهد، لما جاء السحاب، السحاب وقعوا لم يستطيعوا ان يقفوا. ده مجيء. احنا ليه في العهد الجديد برغم انه المفروض نختبر اختبارات أعظم، لأن العهد القديم هو أشبه وظلال للعهد الجديد، ليه إحنا في العهد الجديد لا نختبر مثل هذا الاختبار؟ يمكن يكونش لأن إحنا مش بنتوقع مجيئه في الكنيسة، وبنقول المجيء لما يجي إن شاء الله في المجيء التاني، وبنتوقعش إن المجيء التاني عمال بيجي للكنيسة قبل ما يحصل للعالم. لو قلت لحضرتك ان المجيء الثاني لما ياتي المجيء الثاني للعالم، كل العالم هيسجد قدام هذا الحضور، هتقول لي امين طبعا اكيد مؤكد، حلو قوي. بس انا عايز اقول لك اختبار الكنيسه هو مجيء ثاني بيؤدي الى سجود وانطراح قدام الرب، لانه بياتي في الكنيسه بتقل مجد حضوره، فاللي احنا مش متعودين عليه بيحصل في وسطينا، لان ده الطبيعي في تقل مجد الحضور لو صدقنا إن اختبارنا مختلف عن العالم. لو صدقنا أنه عايز يجي بتقله للكنيسة، والكنيسة لو جاز التعبير تاخد على مجيه، فما عرفش قعدتوا مع ناس قبل كده، أنا في ناس بدون دخول في قصص يعني كانوا يقولي أنا أخاف من مجيه، والتعبير بيحمل بعد متدين ان مجيئه مهاب يعني، بس الحقيقي ان الشخص كان خايف، مش هقول القصه برضه. حقيقي في اشخاص بتخاف من مجيء الرب، في اشخاص بتخاف انها تنتقل لما ياتي ميعاد انتقالها، بتخاف انها تنتقل برغم انه انت محتاج انك تبقى انتقالك ده سبب بهجه، ربنا يديك طول العمر. بس انا عايز اقوله انه 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 مجيئه وانك تتحرك له يبقى طبيعي، ان المسافه ما بينك وما بين السماء وما بين الكنيسه بصوره عامه وما بين السماء تبقى رقيقه جدا، ف هو يجي احنا نروح. انتوا ليه معقدينها؟ بصوا انا بتكلم بجد، لو عايزين قوات ظهر آتي ده لازم يكون ده اللي حاصل. انا بتكلم بجد ان ال 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 الحاجز، الغلالة، الورقة اللي ما بينك وما بين السماء تبقى رقيقة جدا 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 كأنها مش موجودة. فإنك أنت بتروح وإن السماء بتيجي، ده الطبيعي اللي حاصل في حياتك. فلما يجي مجيء تاني أو يجي وقت انتقالك بعد طول عمر، ما فيش حاجة جديدة. هنا الكنيسة مش هتخاف من أي حاجة جاية. يجي حد يقولك هقتلك، حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ لو أخذنا على النوع ده من العلاقة، لو أدركنا المجي والمرواح إن هو يجي علينا ويبقى ده الطبيعي، المجيء التاني ده للعالم، المجيء التاني ليك، ده الطبيعي. ولو جاز التعبير احنا عايزين نعطش للمجيء التاني مش بتاع العالم، المجيء التاني علينا، والتالت والرابع والخامس ده لاهوت جديد اسمه المجيء الخامس والمجيء السادس لغاية لما يجي. بس
هذا النوع من العطش، هذا النوع من التوقع، هذا النوع من الاستقبال ومن الحركة صاعدا لي، والحركة لاستقباله تماما. استعد للقاء إلهك. لسه الآية موجودة، من أجل أني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك. أكمل معاك الآية، فإنه هوذا الذي صنع الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هو فكره، الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الأرض. يهوه إله الجنود اسمه. ده بيعرفك مين اللي انت هتقابله. أرى لك مرة تاني، من أجل أني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك. استعد لهذا اللقاء. مين بقى اللي انا هقابله ده؟ الذي صنع الجبال، الذي خلق الريح، الذي أخبر الإنسان ما هو فكره، الذي يجعل الفجر ظلاما، الذي يمشي على مشارف الأرض. أنا هو يهوه إله الجنود اسمه. بيعرفك انت هتقابل مين. عشان كده تقولي فين في العهد الجديد؟ أقول لك الآيات اللي قالها بطرس في رسالة بطرس الأولى، كلكم عارفينها، بطرس الأولى الثانية، أنا آسف، لصاح الأولاني، بطرس الثانية لصاح الأولاني عدد 16. لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذا عرفناكم، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه. عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجد، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. نحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء، إذ كنا معه في الجبل المقدس. طبعا بيكمل عن الكلمة النبوية وهي أثبت. بس خليني أرجع، بطرس الرسول بيشاركك على التجلي، عن اللي حصل في جبل التجلي. أخذ من الله، ده بيتكلم عن الرب يسوع، أخذ من الله الآب كرامة ومجد، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابني الحبيب. ففي عدد 16 بطرس يقول لك كنا معينين عظمته، شفنا مجده، كنا معينين عظمته. ارجع معايا، فعرفناكم باللي حصل في جبل التجلي، عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وبإيه؟ انتوا شايفينها؟ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه. بطرس ببساطة، لو انت اول مرة تسمع هذه المشاركة او هذا، بطرس ببساطة بيقول لك ان يسوع في جبل التجلي جه، كان مجيء، عرفناكم. انتوا شايفينها ولا؟ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، إذ كنا معينين عظمته على الجبل الأسنى، لأنه أخذ مجد من الآب لما قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فأتاري جبل التجلي كان مجيء. ربنا عمال بيجي وعايز يجي للكنيسة، عايز يجي فوق الجبل للكنيسة، عايز يجي للكنيسة، لأن المجيء التاني ده للعالم. النهاردة وحنكمل بكرة، مش هتقدر تستوعب قوات الظهر الآتي إلا لو أدركت أن الرب عايز يعمل حاجات في الكنيسة مش عايز يعملها أو قبل ما يعملها في العالم. أحد المبادئ في الكتاب المقدس، أحد المبادئ في الملكوت، أن الرب قبل ما يوري العالم هو بيعمل إيه، بيوري عينات للي هيعمله في العالم في جوه الكنيسة. بعضكم محتاج يسمع الجملة دي مرة تاني. أحد المبادئ في الكتاب المقدس أن الرب قبل ما بيعمل حاجة للعالم
بيعمل عينة منها للعطشانين جوه الكنيسة. فالكنيسة تبتدي تختبر اختبارات ما حصلتش قبل كده في الشارع في السوق. تبتدي تختبر اختبارات ما حصلتش في الكنيسة قبل كده. ليه؟ لأن الرب عايز يعمل حاجة في العالم، فقبل ما يعملها في العالم بيبتدي يوري، يعمل ديمونستريشن، يعمل إظهار ليها جوه الكنيسة. في قصة التجلي الرب قال قوم من الواقفين هنا لن يموتوا حتى يروا ملكوت السماوات آتي بقوة. فبيكلم الناس واقفة بيقول لهم كده، بصوا في ناس موجودة في الواقفين دول مش هيموتوا لغاية لما يروا ملكوت السماوات آتي بقوة. في أحد الأناجيل مكتوبة كده، إنجيل تاني، كي يروا مجد الابن آتي بقوة. بعد 8 أيام أم أخذ الثلاثة طلع فوق الجبل وابتدأ جلد وجهه يلمع. بطرس اللي كان موجود من الثلاثة دول فوق الجبل قل كنا معينين مجيئه. يا رب تنور، يا رب تنور، يا رب تنور، يا رب تنور، يا رب تنور. الرب قال في ناس هنا حترى ملكوت السماوات آتي. خلوا بالكم من كلمة آتي، آتي بقوة. بعد 8 أيام أخذهم فوق الجبل، أخذ ثلاثة وابتدأ جلد وجهه يلمع. فبطرس يقول لك إحنا شفنا مجيئه لأنه جاء. ما هو كان موجود، ده كان عدي 30 سنة، ده بعد ما ابتدى الخدمة. القصة ما كانش المجيء بتاع الكلمة صار جسدا، ده كان باروزيا. دي الكلمة الموجودة هنا في بطرس الثانية الإصحاح الأولاني، كلمة باروزيا، وكلمة باروزيا يعني مجيء، كأنه مجيء الأخير، لأن كلمة باروزيا هي الكلمة بتستخدم في المجيء الثاني. فقال لك إن ده كان مجيء ثاني، كنا معينين عظمته ومجيئه، عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل كنا معينين عظمته. وبالتالي اني ارفع ايمانك وعطشك معايا، انا اذكرك انا مش بشارك عشان اوعظك، انا بشارك عشان انا عطشان معاك. احنا بنيجي كل شهرين علشان نعطش مع بعض. احنا جايين المره دي عشان نعطش لمجيء تاني في الكنيسه قبل المجيء التاني. في أربعة اتحدوا معايا والباقي لسه خايف. احنا جايين عشان نعطش، هقولها مرة كمان، عشان نعطش لمجيء تاني على الكنيسة قبل المجيء الأخير. لأنه الرب عايز يوري في الكنيسة وبصورة خاصة في الكنيسة العربية، عايز يوري ديمونستريشن، عايز يوري إظهار. وبالفعل هو عامل كده، بس في أكتر. عايز يوري إظهار مش حاصل، بس عايز يعمل يوري عينات منه قبل ما ينشره. فبيوري عينات منه، وبيوري عينات منه للناس اللي متحركة وبتعطش وبتخترق وبتزق ورفض السقف وبتنقب السقف علشان تعطش لهو ما هو أكتر، لأن عند الرب أكتر لينا. لأن مش معقولة نفضل بالطفولة بتاعة اللبن، بتاع نفس الكلام، نفس المشاركات، نفس الوعظات، نفس الضعفات، نفس خطية، توبة، قوم اتشجع شوية، حاول تخدم، بقى اوقع تاني، قوم لو أنت بتعيش في الملف ده ما زهقتش؟ أكيد في حاجة مختلفة. الكتاب المقدس بيقدم حاجة مختلفة أصلاً. بولس اتخانق، شد هدومه، شق هدومه لو جاز التعبير في الآيات اللي هنقراها بعد شوية، عشان يقولك enough، في أكتر، there is more. حال روحية مش كده، حال روحية مش كده، لأن في حاجة رب عايز مش معقولة أنه يسوع مات علشان حياتي تفضل أني بقع وأقوم بقع وأقوم بقع وأقوم واتكعبل في نفس الموضوع واتعثر في نفس القصة. جاء الوقت أنك تنفض ده وتطرح ده. لما كلكم عارفين بقى هوعظ بقى الوعظات المشجعة، اللي هو لما الأعمى بارتيماوس طرح رداءه قبل ما يخف، ما تستناش أن ظروفك تتغير فتطرح رداءك، اطرح رداءك، سقم هو زي يناديك، او عزكم واعظم الوعظات اياه، اطلع التلفزيون، سقم هو زي يناديك.
المؤتمر مش عشان الوعظات دي. فما تستناش ان تحصل حاجة عشان تطرح الرداء القديم وتقف قدامه، لانه خلاص جاء الوقت. قبل ما الراجل يفتح رمى رداء العمى. ناس كتيرة امبارح هقول لكم القصة دي لانها نرفزتني. وراكوا حاجة ان الرداء دي يلا عيد بقى. حد ابنه في مرض في عينيه، ومرض اللي هو الديجنريتيف، اللي هو مش عارف يسموه ايه بالعربي، اللي هو بتاكل، يعني في حاجه بتحصل في عينيه فبيفقد بصره ماشي، وطفل. ف ما بيقدرش يجي الاجتماع، فبصلي معاه على التليفون. فصليت معاه على التليفون من اسبوع، وكان في نعمه حاصله كده، ومعرفتش اللي حصل، وكان جواه ايمان كده. فجت لي مكالمه امبارح. تاني يوم الولد ابتدى يشوف. اليوم اللي وراه ثاني يوم صبر. اليوم اللي وراه الولد بقى بيشوف البعيد، هو ما كانش بيشوف القريب، كان بيعمل كده، بقى بيشوف البعيد بقى. ففرحان جدا، متشجع جدا. فمامته قالت له ممتاز، ومامته فرحانه جدا، حلو قوي. فراح للدكتور، فالدكتور لا 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 ده ما تحسنش. تقول له يا دكتور ده شايف، لا 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 ده ما تحسنش، لازم ياخد قطره، وده ما تحسنش. وخرجوا من الدكتور، الولد مش بيشوف. المشكلة لغاية كل ده، لغاية دلوقتي ست في المكالمة تقول لي الولد مخفش. يا ست الكل، هو مش خف؟ تقول لي خف، بس الدكتور قال مخفش. طب العيان مش هو شاف؟ تقول لي هو شاف، بس الدكتور قال مخفش. أنا ماسك التليفون بقى. يعني حد فاهم حاجة؟ حد فاهم إحنا بقينا نصدق؟ مش بس العيان ما بنصدقوش، ده لما حصل العيان ما صدقناش العيان وصدقنا الدكتور. فاضطريت ابتدي من أول السطر معاهم على التليفون تاني. جاء الوقت انه مش نصدق الدكتور برغم انه حصل معانا حاجه، جاء الوقت ان قبل ما يحصل معانا حاجه نرمي رداء العمى. الراجل كان لسه اعمى، طرح رداء العمى. ليه؟ لانه هو بينادي علينا، هو بينادي على الكنيسه. اتس تايم، جاء الوقت بقى، كفايه. جاء الوقت ان نتنفض من الاختبارات القديمه دي قبل ما يحصل حاجه تحت رجليك. تقول انا جاي من ظروف، انا جاي من اسبوع، انا جاي من مش عارف ايه، انا جاي من محافظه وفي حاجات كتيره في حياتي وفي البيت، انت مش عارف ايه اللي حصل عندنا. اقول لك حبيبي، كلنا عندنا حاجات حاصله. تيجي نرمي ونرفع عينينا ونثق بالساكن فينا، اللي جاي والواقف قدامنا، اللي عايز يجي علينا كانه مجيء تاني، ونخلص بقى. نخلص بقى دي يعني ايه؟ يعني لما بيجي مجيء تاني كل حاجه بتخلص. انت عارف ان كل حاجه بتخلص لما بيجي مجيء تاني؟ كل حاجه بتخلص. التلاميذ اللي كانوا فاضلين تحت ما عرفوش خرجوا الروح الشرير، بس هو لما جفوا خلاص خلصت. خلاص، ما هو لما المجيء لما بيجي كل حاجه بتخلص. المجيء لما بيجي كل حاجه بتخلص، وهو عايز يجي على الكنيسة كأنه مجيء تاني. ده مش مجيء تاني بتاع العالم، عايز يعمل مجيء تاني بتاع العالم عليك في قطك مرات كتيرة، وعايزك تتقابل تطلع له مرات كتيرة، وهو يجي لك مرات كتيرة، تتبادلوا الزيارات يا أخي مش أصحاب. ومرة تاني أنا هخش بده بكرة أكتر، إن تبادل الزيارات ده يبقى المعتاد عندك، مش غريبة، مش غريبة. فلما يجي يقولك هنضطهدك، فعلا تضحك لأنه أولا قدامك two options. يا إما يحاولوا يضطهدوك وما ينجحوش لأنك أنت فوق
القصص دي، يا إما ينجحوا وأنت ولا فارق معاك ما أنت بتروح كتير. أنتوا بتضحكوا على إيه؟ أنتوا عارفين عنوان المؤتمر؟ عنوان المؤتمر إيه؟ بتضحكوا على إيه؟ بصوا احنا لازم نوصل لكده، احنا لازم نوصل لكده. ده يتوصل له مؤكد، ده الطبيعي. احكي معاك اكتر بكره. كورنس الاولى، فاكرين كورنس الاولى؟ كنا هنبتدي بيها في يوم من الايام. كورنس الاولى 10، اخد منها ايه بحبها قوي. بس هذه الامور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا. كنت أقول 10-11. بص أنا بحب الآيات اللي فيها صحيان، نوبة صحيان، لأنه أنا حاسس إن في نوبة صحيان على الكنيسة. نوبة صحيان من الطفولة، نوبة صحيان من بقاء إن إحنا زي ما إحنا ونلف بنعجن، عارفين بنعجن. هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن، ويأتي تعبير اللي بحبه قوي، الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. التعبير ده بينطبق علينا جدا، بينطبق على الزمن اللي احنا فيه. نحن الذين آلت إلينا أو انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر. استيقظ، لأنه ده زمن تقدم في الملكوت لحتت ما دخلتش فيها قبل كده. حتت التخوم بتتكسر، التخوم القديمة اللي إبليس حطها والتعليم اتحطه لاختباراتك بتتكسر، بتكسر التخوم عشان تخش وتاخد حتت ما دخلتهاش قبل كده. المحدوديات اللي إبليس حط السور عندها، ده مش سور ربنا، ده سور إبليس حطه، ده سور تعليم قديم اتحط، لازم تكسر السور. ده زمن تقدم في اختبارك لما لم تختبره من قبل، مش لأن أنت بقيت كويس، لكن لأن ربنا عايز ينقل فيك حاجة مختلفة. تعال نروح لعبرانيين 6. أنا خدت وقت في المقدمة بس أخش على الجد عشان الوقت. عبرانيين 6، بصوا في ناس بتحبنا قوي، فيقول لك بتكلم في حاجات، لا هو المهم انك انه تكلم عن الإنسان العتيق. داود ما كانش محصور في الإنسان العتيق، داود كان محصور جدا في الحضور وفي مجد الحضور. عشان كده داود قلبه مثل قلب الله. داود كان بيعطش جدا يبقى أمام تابوت العهد، فاختبر اختبارات لم تختبر من قبل ولا من بعد. داود عطشه للحضور والاختبارات غير مسبوقة خلاه يتقدس، يتنقل قلبه يبقى قلب الرب. ولما كان بيغلط كان بيتوب بسرعة، لأنه اختباره هو اللي أمور بحسب زمانه قبل الدهور بتاع الدهر آتي. فداود عطشه للحضور الإلهي، كان بيقدسه، كان بينقله، كان بيجعله صالح انه يعمل مملكه. لما اتينا في العهد الجديد ويبقى كل انحصاري هو الانسان العتيق والضعف والمشاكل واللعنات، فانا بتحرك في مستوى شاول الملك، مش بتحرك في مستوى داود.
بتحرك في مستوى جسدي مش في مستوى روحي، بتحرك في مستوى منظره، لكن حقيقي الحقيقي الحقيقي مش بيبني الملكوت. لما بنعطش وحنخش في آيات فيها صحيان، فيها استيقاظ للكنيسة، وفيها حتى توبيخ أو مش استيقاظ للكنيسة، ليه؟ لأن رب دعينا لقوات ظهر آتي. هتشوف معايا حالا عبرانيين، بصوا هبتدي من عبرانيين 5. أنا دخلت في حتة، بس جاء وقت أنك تتقدم في الملكوت بطريقة غير عادية. عدد عبرانيين 5:9، إذ كمل، ده بيتكلم عن الرب يسوع، إذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. ده بيتكلم عن الرب يسوع. إذ كمل يعني العمل بقى كامل، قال قد أكمل، أكمل العمل، أكمل الفداء وصعد. صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة مين؟ بحبه، مش هتكلم عنه دلوقتي يعني، بس خلي بالك من العلاقة مع ملكي صادق. رئيس كان على رتبة ملكي صادق، الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعندي الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرتم متباطئي المسامع. ده بيوبخ بيقولهم أنتوا ما بقيتوش بتسمعوا. أنا عايز أحكي لكم عن ملكي صادق، بس لأن الكلام كتير وعسر التفسير وانتوا ما بعرفش أقول، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجوا أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، صرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. ده بيوبخ كنيسة، بيقول كفاية، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. حكينا عن ده في اجتماع الاثنين اللي قبل اللي فات، وأنا ده مش كلام عن معرفة الخير والشر، ده بيتكلم عن اختبار تمييز مختلف. لذلك ونحن تاركين كلام بداية المسيح نتقدم إلى الكمال. يعني جاء الوقت بقى انك تتنقل من الكلام بداءه المسيح وتتقدم الى 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 نضج مختلف. ايه بقى ايه الكلام بداءه المسيح؟ اللي هو اساس التوبه من اعمال ميته، الايمان بالله، تعليم معموديات، وضع ايدي، قيامه اموات، دينونه ابديه. ده كلام بداءه المسيح. انتوا هنا؟ ده كلام بداية المسيح. إيه كلام بداية المسيح؟ اللي هو دول: التوبة من الأعمال الميتة، الإيمان بالله، تعليم المعموديات، وضع الأيادي، قيامة الأموات، الدينون الأبدية. هذا سنفعله إن أذن الله. يعني هنعمل إيه؟ هنتنقل من ده. لما تقرأ الأصل واضحة، هنتنقل من ده كفاية. ليه؟ لأن الذين استنيروا مرة، هقرأ لك الآيات زي ما هي وهقرأ للآخر إصحاح، الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية وشهرونه. أرض قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتجت عشبا صالحا للذي فلحت من أجلهم تنال بركة من الله. إن أخرجت شوك وحسك فهي مرفوضة قريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. انتوا كويسين؟ الاثنين قلت لكم هو المؤمن يهلك. لسه الإجابة لسه، لكن النهاردة ليلتي، لكن قد تيقن من جهتكم أيها الأحباء أمور أفضل ومختصة بالخلاص. وإن كنا نتكلم هكذا، الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه. عدد 13، فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا إني لأباركنك بركة وكثرنك تكثيرا، وهكذا إذ تأنى نال الموعد. فإن الناس يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم،
لذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم، حتى بأمرين عديم التغيير بنفسه وبكلمته لا يمكن أن الله يجذب فيهما تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرسال النفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة مرة تاني ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. أمين. نقف هنا. أنا ليه قريت كل الآيات دي؟ أنا كل آدي عشان أديك الخلفية بس بتاعت اللي بيقوله بولس أو كاتب العبرانيين، لو أنت عندك مشكلة أن يكون بولس هو كاتب العبرانيين. إيه الخلفية؟ بولس بيقول لهم جال وقت أنك تبطلوا لبن، جال وقت أن يحصل نقلة، جال وقت أن يحصل نضج وبلوغ روحي، جال وقت أنكم تسيبوا البداية، كلام البداءة بتاعت كلام بداءة المسيح، نتقدم إلى الكمال. دي الخلفية. بيقولهم أنا عندي كلام عايز أقوله مش عارف أقوله لأنكم ما بقيتوش بتستقبلوا كتب، بقيتوا متباطئي السمع، متأخرين في السمع، فأنا عايز أنقلكم. بيقولهم كده أنا عايز أنقلكم، بس أنتوا بترجعوا لكلام بداية المسيح، جاء الوقت إن احنا نتنقل. وبعد كده يقوم حكي عن لستة، إدى لستة عن كلام بداية المسيح، ست حاجات، اتنينات هي التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله، دول اثنين، تعليم المعموديات وضع الأيد دول اثنين، قيامة الأموات والدينونة الأبدية دول اثنين، ست حاجات في بداية المسيح، أقوال بداية المسيح. وأما طلع لستة تانية من خمس حاجات من أول عدد أربعة، الذين استنيروا مرة ذاقوا الموهبة السماوية، صاروا شركاء الروح القدس، ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي. خمس حاجات. هي نمرة واحد حصلت مع حضرتك؟ الذين استنيروا مرة، حدنا استنير مرة؟ كلكم مفروض. الذين استنيروا مرة، حلو قوي. الذين ذاقوا الموهبة السماوية، حد هنا ذاق الموهبة السماوية؟ مش شرط يكون عندك مواهب روحية، وإن كنت متأكد أن كل حد موجود هنا عنده مواهب روحية، أنك تذوق الموهبة بتاعت النعمة والحضور والدفى والطعم والتلذذ بالرب، تذوق للموهبة الروحية ومواهب الروح القدس. الذين ذاقوا الموهبة السماوية، أوكي. نمرة ثلاثة، صاروا شركاء الروح القدس. حد هنا من شركاء الروح القدس؟ تقول يعني إيه شركاء الروح القدس؟ لو أنت متلخبط من جملة، يعني الروح القدس ساكن فيك، الروح القدس بيكلمك، الروح القدس بتعامل معك، وأنت بتعامل مع الروح القدس، في شراكة ما بينك وما بين الروح القدس، صاروا شركاء الروح القدس. في حد هنا شركاء الروح القدس؟ إذا واحد شغال معك، اثنين شغال معك، ثلاثة شغال معك. طب إيه أخبار أربعة؟ ذاقوا كلمة الله الصالحة. إيه أخبار أربعة؟ خمسة بس اللي ذقوا كلمة الله الصالحة؟ كلكم ذقتوا كلمة الله الصالحة. طب يا أخبار نمرة خمسة؟ شمعنا دي المغضوب عليها؟ شمعنا واحد لأربعة أوكي وخمسة دي يخ؟ الذين استنيروا مرة ذاقوا الموهبة السماوية، صاروا شركاء الروح القدس، ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي. عارفين ليه بنرمي آخر كلمة؟ عشان الآية اللي وراها، فأنا حلع في الآية اللي وراها. وسقطوا. عايز أقول لك نمرة واحد بس، هقول كذا حاجة. سقطوا دي على الخمس حاجات، فمش سقطوا دي مش بس على الذين ذاقوا قوات الظهر الآتي، لا، على الذين استنيروا، الذين شركاء الروح القدس، الذين ذاقوا الموهبة السماوية، الذين ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا. فده أول تعليق. تاني تعليق، كلمة سقطوا دي مش معناها وقعوا في الخطية. كلمة سقطوا دي مذكورة مرة واحدة هنا، هو التعبير اليوناني مذكور مرة واحدة هنا، وبتكلم عن الحقيقي الحقيقي الحقيقي، بتكلم عن ارتداد. يعني ايه ارتداد؟ يعني حد بيرفض الإيمان
بيرمي وبيقول أنا مش عايز أي حاجة بالموضوع ده مرة تاني. بعد ما استنير وذاق الكلمة وذاق الروح وذاق شراكة مع الروح القدس وذاق قوة ظهر آتي، وبعد يقول أنا برمي ده تماما، مش عايزه، لا يمكن تجديدهم مرة تاني. هنا نفتح السؤال اللي هو بمليون جنيه، مش موضوعنا بس هقوله علشان بتسأل فيه كتير. هل المؤمن يهلك؟ مؤكد لا، طالما مؤمن. هل المؤمن يهلك؟ مؤكد لا، طالما مؤمن. طول ما هو مؤمن لن يهلك. بص انا بدخل صباعي في عش الدبابير بس، وماله، ما فيش مشكله. في ايات كتيره تحكي عن ان المؤمن لا يهلك، هاخد منهم واحده بس. ايات كتيره جدا، ايات كتيره قوي. انا لسه ما خلصتش الاجابه بالمناسبه، ده نص الاجابه، لان الاجابه الحقيقيه نعم ولا. فالإجابة الحقيقية هل المؤمن يهلك؟ الإجابة لا ونعم. المؤمن مؤكد لا، لا يهلك طالما مؤمن. يوحنا 10، أقرأ لك آية. يوحنا 10 عدد 27، خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني، أنا أعطيها حياة أبدية، لن تهلك إلى الأبد، لا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والأب واحد. أوكي، هل المؤمن يهلك؟ لا طالما مؤمن. هل المؤمن، هل المؤمن الضعيف يهلك؟ لا طالما مؤمن. عشان بس ايه، هل المؤمن الضعيف يهلك؟ لا طالما مؤمن. تقول يعني ايه مؤمن ضعيف ومؤمن؟ اقولك يعني بيضعف ويقوم، بيضعف ويجي عند الرب، بيضعف ويتكعبل ويقوم رفع عينيه ويقوم مقومه، يضعف شويه ويقوم مقومه. طول ما هو بيرفع عينيه للمن رفع على الخشبة وبيصدق إن في من رفع عنه بيفتدي من حالته فهو مؤمن، والمؤمن حتى الضعيف لا يهلك طالما مؤمن. إيه مشكلة الخطية؟ الخطية لو أنت استهنت فيها بتطلع في حضرتك حاجة اسمها برودة. البرودة لو استمرت بتطلع في حضرتك حاجة اسمها استهانة. الاستهانة لو استمرت ممكن توصل قلبك لارتداد، والارتداد يؤدي إلى هلاك. الخطية خاطئة جدا. عشان كده مش معنى انه المؤمن لا يهلك فخلاص عايز زي ما انا عايز. نو طالما المؤمن الضعيف لا يهلك فخلاص. حد فهم حاجة؟ المؤمن حتى الضعيف طول ما هو مؤمن لن يهلك، لكن المؤمن ساب الخطية بيفتح نفسه لحتة خطرة اسمها برودة. لو هو بارد رفع عينيه للرب فتيلة مدخنة لن يطفئ. لو ساب نفسه في البرودة وما رفعش عينيه للرب بيخش في حاجة اسمها استهانة. لو هو في الاستهانة رفع عينيه للرب، الرب هينشله. لو ساب نفسه في الاستهانة ممكن قلبه يوصل لحتة ارتداد. ارتداد القلب، يعني ايه ارتداد؟ ارتداد يعني
يسوع ما عملش حاجة، يسوع ما ماتش عشاني، يسوع ما فدانيش برغم أن اختبر كل حاجة، يسوع ما فدانيش ما فدناش برغم أنه داء، برغم أنه اختبر، برغم أنه افتدي، برغم أنه زاق، ويوصل لهذا القصة اللي فيها مش يدوس على دم الرب زي ما عبرانيين 10 يحكي عليه، يدوس على دم الرب. هنا القلب وصل إلى حتة اسمها ارتداد، هنا المؤمن ممكن يهلك. في آيات كتيرة تحكي عن كده بقى، وشوشكم متشجعة قوي. جال وقت إنك ما تلعبش مع الخطية تحت بعد من حتوب. جال وقت إن في استقامة تحصل في الكنيسة، لأن الخطية خاطئة بتوصل لحاجة مش بتؤدي إلى هلاكك، بتوصل إلى برودة، والبرودة لو استمرت تؤدي إلى استهانة، والاستهانة لو استمرت ممكن توصل إلى ارتداد في القلب، ولو ارتداد القلب ده ممكن يؤدي إلى هلاك. في آيات قوية، في آيات غير دي قوية، في آيات مثلا في آيات كلكم عارفينها يقول لك اللي من يغلب لن أنزع اسمه من سفر الحياة. يعني في اوبشن ان اسمه يتنزع من سفر الحياة، يعني اسمه كان مكتوب في سفر الحياة وممكن يتشال. مجرد نوبة صحيان. القصة هل المؤمن يهلك؟ لا، طول ما هو مؤمن. انتوا جمال. اوسع اكتر. فمره تاني كاتب العبرانيين بيقول لك خلي بالك، جال وقت. قال لهم بصوا في الاخر، قال لهم بصوا انتوا مش لده، انتوا لستم للارتداد. قال كده عبرانيين بالمناسبة في أربع شواهد، في أربع مقاطع كتابية، في عبرانيين 2، في عبرانيين 4، في عبرانيين 6، في عبرانيين 10، بيحكوا عن هلاك الارتداد. ففي أربع مقاطع في رسالة العبرانيين، عبرانيين 2، عبرانيين 4، عبرانيين 10، عبرانيين 6، وعبرانيين 10، بيحكي عن هلاك الارتداد. فالقصة كلها ويرجع يقول لهم بس انتم لستم للارتداد. ليه؟ فبيرجع يقول لك بص ده هو دخل كسابق لأجلنا على رتبة ملكي صادق، ولكم مرسال نفس مؤتمن. ليه؟ لأنكم مش للارتداد، لأن الرب وعد بقسم، فانتم أصلا مش للقصة دي. فاعرف انت مدعو، مش هقول لكم بقى قصة، انت مش انت لو طول وقتك محصور في الخطية، الخطية هتؤدي الى استهانة، والاستهانة ممكن تؤدي الى ارتداد، وده خطر في الأزمنة الأخيرة. فاعرف انك مدعو الى نقلة من بداية اقوال المسيح. لو كل انت محصور فيه التوبة من اعمال ميتة والدينونة الأبدية والإيمان بالله، وضع الأيادي، تعليم المعموديات، انت لسه ما تنقلتش للنضج اللي يحسمك ويعديك من الارتداد. الحقيقي اللي بولس بيقول لهم لازم تتنقلوا للبلوغ وللكلام القوي التقيل اللي هو ذقتوا الموهبة الصالحة وقوات الظهر الآتي، لأنك لو ما تنقلتوش للبلوغ ده هترجعوا للارتداد. لو فضلتوا قاعدين في التوبة من أعمال ميتها وفي الدينون الأبدية وفي تعليم المعموديات وفي القصص دي كلها بداية أقوال المسيح اللي هي مش بتطلع نضوج، فممكن ترجعوا. جال وقت إنه الكنيسة العربية بصورة خاصة تتنقل من انحصارها في إن محور كل القصة الخطية لمحور كل القصة ملك الملوك اللي بيطلع أبطال لي من أجل استخدام في الملكوت بطريقة غير عادية. جال وقت إن ندرك إن في نقلة في الحضور الإلهي جوه الكنيسة بتقدس الكنيسة. إحنا مش القداسة هامة جدا، بالعكس ده إحنا ورا قداسة أعلى من اللي حاصل، ورا مستوى إن ما تصيب الشعرة ولا تخطئ، ورا انه ما تلعبش مع الخطيه. الخطيه بتؤدي الى بروده، والبروده بتؤدي الى استهانه. لو سبت نفسك في البروده والاستهانه بتفتح قلبك لحاجه اسمها ارتداد. فخش للطعام البالغ،
خش ل لحقيقة بقى الخمس حاجات دولة: استنارة، ذوقان للموهبة السماوية، شراكة مع الروح القدس، ذوقان لكلمة الله الصالحة، وقوات الظهر الآتي. إن الطبيعي بتاع الملكوت بتاع الكنيسة زي ما بتدوق كلمة الرب، زي ما بتدوق الهبة السماوية، زي فيها شراكة مع الروح القدس، إنها تدوق وتعيش في قوات الظهر الآتي. ده الطبيعي. دول الليستة الخمسة المقابلة للستة بتوع بداية أقوال المسيح. هل البداية مهمة؟ مهم جدا. هل التوبة من أعمال ميتة مهمة؟ مهمة جدا. هل معموديات؟ هل وضع الأيدي؟ هل قيامة الأموات مهم؟ كل ده مهم جدا. بس قالهم أنت مش هنفضل في الحتة دي، جاء الوقت اللي بتخشوا للكمال. لو سبتوا نفسكم في الحتة الضعيفة بترجعوا. جاء الوقت ان احنا نزق بعطش لامتداد الملكوت ونخش الحتة في تقدم الملكوت بيحصل. احنا بنزق الملكوت الرب في العالم العربي لاختبارات مختلفة. انا موقف نفسي عن قصص صداها عمال بيجيلي عن الرب بيعمال بيعمله في العالم العربي بطريقة غير عادية. ومش بتكلم بس على النفوس بتخلص، وان كان خلاص النفوس مهم جدا، بس أنا مش بتكلم بس على خلاص نفوس عادية، ومش بتكلم عن اختبارات عادية لأولاد الرب. علشان الوقت، مش عارف إيه رأيكم في كلمة قوات الظهر الآتي. هو إيه الظهر الآتي؟ شايفينها؟ ذقوا كلمة الله الصالحة. أنتوا قلتوا إحنا واحد ماشي، اتنين ماشي، ثلاثة ماشي، أربعة ماشي. طب وخمسة دي؟ قلت لكم طالما من واحد لأربعة يبقى خمسة في نفس المستوى. حلو قوي. وتعاملنا مع الآية اللي وراها بتاعت سقطوا دي. فالخمسة دولة نفس القصة، بس نمرة خمسة دي بيقول إيه؟ قوات الظهر الآتي. هو إيه الظهر الآتي؟ في مدرستين. لو انت بتؤمن بحاجه اسمها الملك الالفي، في ناس بتؤمن بالملك الالفي، في ناس لا تؤمن بالملك الالفي. هنكيتر للاثنين. اللي بيؤمنوا بالملك الالفي بيقولوا الظهر الاتي ده هو الملك الالفي، وهتحصل فيه حاجات عظيمه قوي لان ده ملكوت ربنا على الارض. فرب حياتي ويملك في الارض. اللي بيقولوا كده بيقولوا الكلام ده، رب حياتي ويملك في الارض لمده 1000 سنه. اوكي، ده اللي بيؤمنوا بملك، مش كده يا رئيس؟ ده اللي بيؤمنوا بملك الألف. فحياتي رب على الأرض ويملك 1000 سنة وملكوت الرب يبقى مستعلن. هو ده الظهر الآتي. والناس اللي بيحبوا هذه المدرسة، كل الآيات الحلوة في الكتاب المقدس يحطوها في الملك الألف. أي آية في مشجعة كده يحطوها في الملك، يلزقوها كده ستيكر في الملك الألف. فيقولك دي قوات الظهر الآتي. ففي قوات متسابة لوقت جاي اسمه الظهر الآتي، اسمه الملك الألفي. في ناس تانية، مدرسة تانية، لا تؤمن بالملك الألفي وتؤمن إن ملكوت الرب شغال دلوقتي. إذن طب لو هو بيقول ملكوت الرب شغال دلوقتي، ليه مستعمل قوات الظهر إيه؟ الآتي. لو أنت لا تؤمن بالملك الألفي، يبقى الظهر الآتي هو السماء. وإما ملكوت الرب على الأرض يبقى ألفي. تعرفوا ألفي؟ الحاجة ألفي. يا إما ملكوت الرب السماء وده الظهر الآتي. في إما الظهر الآتي ملك ألفي، يا إما الظهر الآتي السماء. هنشتغل مع الاثنين. ربي يقول لك إن الذين استنيروا والذين ذاقوا الموهبة وذاقوا كلمة الرب الصالحة وشركاء الروح القدس بيدوقوا قوات، يا إما السماء يا إما قوات الملك الألفي دلوقتي. صبرا. هو الملك الألفي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ملكوت الرب على الأرض في العالم. أذكرك إحنا بنخلط ما بين الرب عايز يعمله للعالم والرب عايز يعمله للكنيسة، لأن ملكوت الرب في الأرض في الكنيسة. الكنيسة هو العينة بتاعة الملك الألفي للعالم. لو أنت مؤمن بالملك الألفي، بتؤمن بمجيء الرب اللي بيملك على الأرض لمدة 1000 سنة.
مجيء الرب ليملك على الأرض ده للعالم. قبل ما الرب بيأتي للعالم بيعمل حاجة جوه الكنيسة عينة للي بيعمله قدام العالم. قبل ما يجي المجيء التاني بيجي على الكنيسة في مجيء تاني. قبل ما يجي بملك ألفي للي بيؤمنوا بالملك الألفي، قبل ما يجي الملك الألفي بيجي على الكنيسة بملك الألفي. فالكنيسة هي الملك الألفي بتاع الرب. عشان كده الذين استنيروا، الذين ذاقوا كلمة الرب الصالحة، الذين بيختبروا قوات الظهر الآتي، لأن ده الطبيعي بتاعهم لأن هم الملك الألفي. أنت جمال. الملك الألفي للي بيؤمنوا ملك ألفي. لو أنت مش مؤمن ملك ألفي ريلاكس أزلب أنا جاي لك. فلو أنت لو أنت بتؤمن الملك الألفي اعرف إنه الملك الألفي ده للعالم، ده للعالم. قبل ما يعمله للعالم هو بيعمله في الكنيسة. ليه؟ كلمة ملك ألفي يعني رب يملك على في الأرض. حلو قوي. لو رب يملك في الأرض في الملك الألفي ده للعالم، بيأتي بيملك في الأرض في الكنيسة من دلوقتي، فهو في ملك ألفي للكنيسة. قوات الظهر الآتي معروضة للذين ذاقوا كلمة الرب الصالحة. طب أنا دقت كلمة الرب الصالحة، إذا معروض ليك برضو قوات الظهر الآتي لأن ملك الألفي في الكنيسة. تقول لي أنا لأم ملك الألفي يا عم، أقول لك مية مية معاك يا ريس. لو أنت هتقوم الملك الألفي، إذن الظهر اللي جاي قوات الظهر الآتي هي مين؟ السماء. هو 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 احنا جنسيتنا ايه؟ هو احنا اقمنا واجلسنا معه فين؟ فالذين ذاقوا قوات الظهر الاتي دول بيذوقوا قوات. هو احنا طول الوقت بنصلي لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك ايه؟ صباح الخير. فقوات الظهر الاتي، لو الظهر الاتي ملك الفي شغال، لو قوات الظهر الاتي السماء شغال برضو. انتوا كويسين؟ احنا شغال مدرسه كده، شغال مدرسه كده، شغال قوات ظهر اتي. هو ده الطبيعي للكنيسه. طب ليه ليه مسميها قوات ظهر اتي؟ عشان هي مش في الارض، هي مش الطبيعي. يعني في قوات شفاء يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون، ده قوات طبيعية. قوات الظهر الآتي هي اللي فوق ده. فكان لما في سفر الأعمال قسموا المعجزات لمعجزات معتادة ومعجزات غير معتادة، ففي قوات من هذا الظهر وفي قوات ظهر آتي. دي قوات السماء. دي لو بتؤمن ملك الألفي دي قوات الملك الألفي، لو لا تؤمن ملك الألفي دي قوات السماء. ده اللي مش معروض في الأرض. بس الذين استنيروا والذين ذاقوا كلمة الرب الصالحة، الذين شركاء الروح القدس، الذين ذاقوا موهبة السماوية وقوات الظهر الآتي. إيه اللي أنا بعمله معاك دلوقتي؟ أنا لازم أختم، أنا طولت. اللي أنا عملته معاك الليلة دي، أنا بقول لك إن في أوضة ما دخلتهاش ورا ربنا لغاية دلوقتي، والأوضة دي مليانة هدايا، مليانة لعب، مليانة بونبوني، مليانة معجزات، مليانة لعب مليانة حاجات أنت عمرك ما اتفرجت عليها قبل كده، بس دي موجودة ليك في المبنى بتاع الملكوت وأنت عمرك ما دخلتها قبل كده، وجاء وقت نخشها، نفتح الباب ونخشها. بس ده اللي أنا كنت بعمله للادي معاك. وبونس بيقول لنا، أو كاتب العبرانيين بيقول لنا، إن الأوضة دي ما دخلناهاش، بس الأوضة دي مهمة جدا، لأن لو ما دخلناهاش بنفضل أطفال، ولو فضلنا أطفال ممكن نرجع للارتداد. لأنه مع الزمن ما بيعدي، خليني أخش بقى في حاجات كاتمها على قلبي. الفلسفة المسيحية، المنطق المسيحي مش هيجيب نتيجة. فقط قوة الروح القدس هي اللي هتجيب نتيجة. فقط قوة الروح القدس هي اللي هتجيب نتيجة. عدي على الفيسبوك بس كده وكسر دماغك في الفيسبوك. كم الفلسفة، كم الجاي رايح والمجي، كم الناس اللي بتسقط، كم الخدام، كم الدنيا والدين اللي حاصل.
جال وقت القصة ما بقتش كلام، القصة بولس، بولس قال بأوضح قال كلامي وكرازات لم يكون بكلام الحكمة البشرية المقنع. كم مرة اتفرجت على كليب كده وتقول يا سلام الكلام ده مقنع، حيأتي زمن الكلام المقنع لن يكون مقنع، لن يكون مقنع، الفلسفة لن تكون مقنعة، بيأتي زمن حتى الفلسفة ما تجيبش نتيجة. الكلام وكرازات لم يكون بكلام البشرية بحكمة البشرية المقنع بل ببرهان الروح القدس والقوة. بيأتي زمن ما ينفع، بيأتي زمن إحنا في عرض اللي كل ما بيعرضه لينا الرب في حتة ما تصورناش أنها معروضة لينا، بس أتاري هي دي حياتنا، وأن الطبيعي عند رب الطبيعي في المسيحية هو المعجزة. الطبيعي عند المسيحية حوريك هو ما قصده دايما أنه يعمل جوه الكنيسة ما لم يخطر على بال، ده الطبيعي، ما قصده أنه يأتي على الكنيسة بحضور غير عادي كمجيء تاني علشان يوري العالم مجيئه التاني. الملكة سبأ شافت حضور في وسط الهيكل بتاع سليمان، يقولك لم تبقى فيها روح، جت تسأل أسئلة، قلت له كل الأسئلة اللي أنا قلتها لك جاوبت عليها، بس مش هذه القصة. لما شفت الحضور، القصة مش إجابات، القصة مش منطق، القصة حضور، القصة نحن جايين عشان نعطش لمستوى من الحضور الناري اللي فيه بنخش لكل أوض ما تصورناش إنها معروضة لينا، بس هي الطبيعية في المسيحية. بس إحنا اتضحك علينا لسنين طويلة وقعدنا نلعب في بداية كلام المسيح، والقصة كلها مربوطة بملكي صادق. مش هتكلم عن ملكي صادق، يمكن السبت نحكي عليه كالعادة، بنحكي يوم السبت عن ملكي صادق. القصة مربوطة بملكي صادق، القصة مربوطة بالحاصل في قدس الأقداس، بس هنحكي امبارح بكرة هنحكي بكرة هنحكي امبارح الزمن هنحكي عن الزمن يوم السبت. هنحكي بكرة عمليا ازاي ده يبقى حاصل، ازاي نختبر قوات ظهر آتي، وان ده الطبيعي في الكتاب المقدس. هو بولس لما سوري موسى لما جلد وجهه صار يلمع، ده ما كانش تجلي إلهي جوه موسى؟ لما موسى تجلى في العهد القديم قبل ما يسوع يتجلى في العهد الجديد، ده ما كانش قوات ظهر آتي؟ انتوا فاكرين ان موسى جلد وجهه صار يلمع؟ انتوا فاكرين مرقس وصف ازاي التجلي ان يسوع صار يلمع؟ لما موسى اختبر قوات ظهر آتي فوق الجبل، بالنسبة للعهد القديم، العهد الجديد كان ظهر آتي. اللي ما عندوش خبر، لو احنا بنقول الظهر الآتي بتاعنا هو السماء، أو الظهر الآتي بتاعنا للي بيحبوا الملك الألفي هو الملك الألفي، بالنسبة لموسى وبالنسبة كل العهد القديم الظهر الآتي بتاعهم كان العهد الجديد. فموسى بالنسبة له اختبر قوات الظهر الآتي فصار جلد وجهه يلمع. انا بس بحط جواك ان في قوات كتيره ما اتفتحتش واحنا قاعدين بنلعب في التوبه من اعمال ميته، وان كانت دي اساسيات، لكن جاء الوقت انك تدرك انه لو احنا هنفضل نلعب في التوبه من اعمال ميته العالم لن يخلص واحنا هنرتد. لو احنا اتنقلنا، جاء الوقت انك تتنفض من الحته دي. ليه؟ لانه داود لما عطش الحضور الالهي تقدس وبقى ملكوت. لما شاول انحصر في نفسه وفي ضعف وفقد المملكه، لو فضلنا محصورين في نفسينا هنفقد كل حاجه. لو خرجنا من نفسينا بضعفنا، داود ما كانش يعني بضعفنا، بس دخلنا الى قدس الاقداس، دخلنا إلى ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ما يعلنه الرب لنا بالروح القدس، ألعنا صدقنا اللي إبليس خايف منه، الخبير المقتنع تماما أنه مصر هتطلع الدور تاني ومصر مش مصدق، إبليس خايف جدا أن احنا نصدق وإحنا مش مصدقين. لأن أتاري المعروض لينا هي بس فتحة باب، هي بس تصديق أنك تدور المقبض بس وتخش الأوضة دي بتاعتك، اسمها قوات ظهر آتي، اسمها ما لم ترى عين ما لم تسمع به أذن. والرب عايز أقولك أن ده بالفعل شغال، بالفعل شغال. هقولك جملة واحدة، عايز أقولك أن الانتقال بالجسد في الروح شغال في العالم العربي. الله ينور،
بعضكم ما فهمش بس مش مهم. احتياطي انا إن الناس تنتقل في الروح زي فيلبس لم يوجد، كان موجود مع الخسي لم يوجد، وجد في أجدود، ده بيحصل بصورة مستمرة في العالم العربي. أولها مرة كمان، في العالم العربي ومع ناس بالنسبة لهم ده الطبيعي، ان ممكن مثلا ست تقول انت كنت فين امبارح بالليل، انا دورت عليك جنبي ما لقيتكش. انا بقول كده ليه؟ انا بقول كده عشان دي قصص حقيقيه، وعلشان ازق معاك السور اللي انت حطه ليه يعني ايه قوات ظهر اتي. ومش بقول هي دي قوات الظهر اتي بس انا 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 بفتح جواك بس الطاقه انه ان يكون ده بيحصل في العالم العربي بصوره طبيعيه. ومش بحكي انه تحصل زيارات في الروح او زيارات في احلام، ده 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 متوفر خالص. انه ناس تزور بعض في الاحلام وتوجه رسائل بالتفصيل، ده متوفر خالص. لكن ان يحصل زياره كمان في الجسد ابتدى يبقى موجود في العالم العربي. انا بس بكسر جواك ال طب وضعفي وفلانه قالت لي جاء الوقت انك تستوعب انه في روحك مكنوز ليك امور يجب انها تخرج، ويبقى ده اللي رب عايز يعمله في العالم العربي، عشان العالم اللي كان اسمه في يوم الأيام مسيحي يشوف العالم العربي بيحصل فيه ايه. فالطبيعي الطبيعي الطبيعي لأولاد الرب الذين استنيروا، الذين ذاقوا كلمة الرب الصالحة، الذين ذاقوا الموهبة السماوية، شركاء الروح القدس، إنهم يختبروا ببساطة قوات ظهر آتي. كان ظهر آتي ملك ألفي، اللي بيؤمن ملك الألفي وسابين كل آتي ملك الألفي، ملك الألفي أوريدي جوه الكنيسة، فلازم الكنيسة تختبر ملك الألفي من دلوقتي. لو أنت لا تؤمن بملك الألفي رائع، الظهر الآتي هو السماء، اختبارات السماء على الأرض هو الطبيعي بتاع الكنيسة. ليه؟ لأن قبل ما السماء تيجي للأرض للعالم بتيجي على الأرض في الكنيسة، لأن اختبار الكنيسة غير اختبار العالم. المجيء التاني بتاع العالم هو المجيء التاني عمال بيحصل للكنيسة، عشان كده كده كهنة ما قدروش يقفوا، لأن جاء مجيء تاني عليهم في العهد القديم. في العهد القديم ذاقوا قوات الظهر الآتي، فالمجيء الثاني جه في هيكل سليمان فالكهنة ما قدروش يقفوا، جه في جبل التجلي فكنا معينين عظمته ومجيئه. جاء الوقت ان نصدق اللي بيحصل جوه الكنيسة هو الظهر الآتي كعينة للي هيحصل في العالم. الطبيعي بتاع الكنيسة هو الظهر الآتي، الكنيسة تعيش الظهر الآتي. لو الظهر الآتي ملك ألفي، ملك ألفي بالفعل جوه الكنيسة. لو الظهر الآتي هو السماء، السماء بالفعل جوه الكنيسة. إذن الكنيسة الطبيعي بتاعها هو الظهر الآتي. احنا بنحاول نحصل الظهر الحالي، ورب يقول لك الطبيعي بتاع الكنيسة هو الظهر الآتي. أمين. أوقف عشان الوقت، تعال نغمض عينينا ونصلي معا.